حبيت نعيش الهدوء والسلام الداخلي، لكن كاين ناس حولي ما يخلونيش نعيش أليز. كاين ناس يظلوا يطاردوا فيا، يظلوا يتالبوا فيا بالمعنى بالكلمة العامية. عجوز تظل تالب فيا، لوس تظل تالب فيا، الواسات يظلوا يتالبوا فيا، عائلتي، عائلة زوجي، الناس، جيراني، صديقاتي. المهم كاين ناس سامين يظلوا يتالبوا فيا. ما قدرتش نعيش السلام الداخلي، وما قدرتش نعيش الهدوء، واصلا ما قدرتش نعيش حياتي بطريقه صحيحه. ما هو الحل؟ انا كيفك يا حبيبتي، عانيت من ناس طاردني في حياتي، وظليت نبحث عن كل شخص على حده كيفاش نتعامل معه، كيفاش نتعامل مع فلان، كيفاش نتعامل مع فلتان، كيفاش نتعامل مع هذا مع هذه. لقيت روحي غير نضيع يعني في وقتي، لقيت روحي نضيع في طاقتي في باطل. وهي كاين يعني قوانين كونية ثابتة لا تتغير، تنطبق يعني قانون ينطبق مع كامل الناس ومع كامل الفئات، وسواء كان هذا الشخص قريب أو بعيد ينطبق عليه قانون واحد، وهو الفراغ. دوك نفهمك وشنو هو الفراغ. أعطيك مثال بسيط من الحياة. مثلا كلب راه يطارد فيك، راه ينبح، اذا التفتي ليه باش تواجهيه هذا الكلب واش يدير؟ راح يزيد ينبح اكثر. اذا مثلا تعاملتي مع الموقف بجديه وبديتي تتشاجري معاه، هذا الكلب واش يدير؟ يبقى يشاجر فيك ويبقى يجري موراك لفتره طويله. هدف الكلب هنا هو انه يلقى شخص يتشاجر معاه، هذا ما كان. ولكن ببساطة إذا تجاهلتي انت الكلب فيبقى يمشي موراك مدة، وبعدين راح يتخذ قرار أنه هذه لا فائدة منها، فيروح يبحث عن كائن آخر يضرب معه. الكلب هو منشغل بالهدف تاعه المتمثل في الحصول على الطاقة، لدرجة أنه ما يقدرش يفكر بشيء آخر. فطبقي هذا المثال تاع الكلب على شخص سام يحوس نفس الهدف. الشخص السام يعني كاين ناس ما تعرفش روحها باللي هي شخصية سامة، نهار كامل تحوس تعلق في الناس هي فقط لأنها فارغة مستفرغة طاقيا، تحوس فقط على واحد تبروفوكيه باش تحصل على الطاقة منه إذا تفاعل معاها، يعني إذا تعاطى معاها. أما هذا الناس خلونا نقولوا راحوا الشخص يعني هو بارد، احنا نسموه شخص بارد، يعني تروح عند زميلتها باردة وتبدأ تبروفوكي فيها، تلقاها جامي ما تعاطت معها. اسكو يعني تزيد تحاول اشكفة تروح ليها؟ خلاص يعني تحاول معها مرة اثنين وبعد تقول لك هذا الشخص بارد، يعني ما نقدرش يعني نبروفوكيها، فما تحبش تعاود تروح ليها لانها لا تحصل ببساطة عن طاقتها من ثم. هذا هو التفسير. في فترة من فترات حياتي كان شخص يعني قريب مني طبعا يحاول يعني يبروفوكين، يعني كان يحاول انا يعني ظنيت انه يحاول يخسر لي حياتي، ولكن هو كان يريد ان يحصل على الطاقة كما قلنا فقط. فظل يزعجني يزعجني يزعجني، فحاولت التعاطي معاه بعدة طرق، قلت لكم لانه كنت نقرأ 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 نقرأ، ولكن كنت يا اما نكره يا اما يزيد حقدي عليه، وهذه يعني طريقة غير مباشرة في إعطائه الطاقة على طبق من فضة، أو نتشاجر معه وهذه طريقة مباشرة لإعطائه طاقتي على طبق من ذهب، أو أنني نروح نحوس نفهمه، فهذا تضييع وإهدار لطاقتي أيضا. فلما يعني قررت أني نولي نمارس معه هذا القانون اللي هو الفراغ أو التجاهل، فسرعان أنه هذا الشخص في الأول بعد علي الفترة لأنه مولاش يأخذ طاقته مني. وثاني شيء يعني تغير مع الوقت، تغير مع الوقت، يعني ربي سبحانه ما لباليش كيفاش سخر هذا الشخص أنه يعني يتغير. وصراحة لا أدري 100% أنه تغير، ولا أنا فقط راني نشوف فيه بأنه تغير، لأنني أنا يعني مارست معه التجاهل لمدة طويلة والآن لم يعد يهمني. هذه هي إذن خذيها قاعدة،
أن تطردي شيء أو شخص من حياتك لا يعني أنك تتجنبيه أو تكرهيه أو أنك لا أدري، المهم بطريقة أو بأخرى تعطيله من طاقتك. تجنبي أن تدخلي معاه في اللعبة تاعو. أن تطردين شخص من حياتك يعني أنك تتجاهليه، فقط تتجاهليه يطرد من حياتك بطريقة أو بأخرى. راح تتسخر كل قوانين الكونية اللي سخرها ربي سبحانه من أجل أنها يتبعدوا عليك يا تغيروا يا يعني المهم أنها تطردوا من حياتك بأي طريقة كانت. أما إذا استمريتي في إهدار طاقتك عليه، سواء أنك تواجهيه ولا تكرهيه ولا يعني تتعاطي معاه بشتى الطرق وما تجربيش التجاهل معاه، فيعني راح نقول لك راح تضيعي وقتك على الفاضي وراح تضيعي صحتك ايضا على الفاضي، لانه حينما تكوني فارغه طاقيا راح تحدث لك كل الامراض الممكنه. اعرف سؤالك الان، راح تقولي لي ما نقدرش، لانه ربما هذا الشخص قريب مني، ربما عايش معايا في مكان واحد، يعني هذا شيء يعني غير ممكن. راح تقولي لي تجاهل غير ممكن، كيفاش نقدر نتجاهله وهو يعني يستمر في إيذائي إلى غير ذلك؟ راح نقول لك تقدري، لأنه الناس بزاف قدروا، فأنت راح تقدري إذا أعطيتي هذا الأمر أولوية في حياتك. إذا حبيتي تتعلمي التجاهل، إذا حبيتي تتعلمي التجاهل تتعلميه. فأول خطوة تقدري تديريها هي أنك تبعديه فكريا عنك، وكأنما هذا الشخص غير موجود. وهذه الطريقة يعني كنت حكيت فيها مع واحدة الأخت في الانستغرام، كان شخص عايش معها في نفس المنزل، وقدرت أنها بالتجاهل فقط قالت لي حياة أخرى ولات عندي، قالت لي والله وليت نحس أني سبحان الله هذا الانسان ماشي كاع هو اللي كنت امقته واكرهه. قلت لها بلي راكي تعطيه طاقه زياده، راكي تعطيه طاقه باش يزيد يبروفوكيك في هذه الحياه. فقالت لي لما مارست التجاهل، طبعا بالتدريج بالتدريج، ماشي في مره واحده راح يجيك هذا فن التجاهل اللي يسقط عليك من السماء، هو تدريب. فقالت لي انه حياتها تبدلت، وحقيقه يعني انا جربت، انا اتحدث عن تجربه وليس عن علم فقط، انا اتحدث عن تجربه. فلما تبعدي هذا الشخص عليك فكريا كأنما ما راكيش عايشه معاه، انا عملت له ديليت يعني سوبريمي من مخي، هذا الشخص ما اكزيستيش. اذا تحدث انا لا استمع الى هذاك الحديث، درت كما يقولوا حجز طاقي صور بانني ما نسمعش هذاك الكلام، يعني كما نقولوا يدخل من يخرج من. اذا مثلا بروفوكاني كانما ما كاش، وشخص لا يتحدث. في بعض الاحيان كانوا ناس يهزوني يقولوا اي يعني راه يهضر معاك هذا الشخص، فانا لا اهتز. يعني كنت نتعلم التجاهل حتى تعلمته مليح ونحيته، يعني سوبريميت هذاك الشخص من حياتي كانه ما اكزيستيش كامل. فالحمد لله تغير ذلك الشخص، انا لم اكن احتاج الى ان يتغير، انا كنت احتاج الى فقط اني نتجاهله، فيعني ربي يعني دار له كما حب. المهم اني لما تجاهلته تحلي المشكل. فيا اختي رسالتي لك اليوم هي انك تتجنبي الكره تجاه هذا الاشخاص، وتتجنب لانك راك تعطي لهم من طاقتك، وانك تتجنبي التعاطي معهم او التشاجر معهم. هذه ثلاث اشياء تجنبيها باش ما تعطي لهمش طاقه اكثر يبروفوكيوك في هذه الحياه ويستنزفوا طاقتك، يدوا منك باش يستعلاو عليك. هذه هي، يدوا منك طاقه باش تعود عندهم طاقه اقوى منك ويستعلاو عليك ويقدروا ياثروا لك في حياتك. ف رجاء حبيبتي رسالتي لك انك تبعدي على هذه الثلاث اشياء، واذا ما فهمتيش الفيديو عاوديه مره واثنين وثلاثه باش تدخل لك في راسك مليح، وان شاء الله تتهني من جميع الاشخاص السلبيين في حياتك.